ليس من السهل تماماً أن نعرف ضيفنا لحلقة هذا البرنامج المشهد الثقافي، فهو الشاعر والروائي والمناضل ووزير الثقافة الأسبق. سنحاول أن نقتفي من خلال هذا الحوار أثر خطوه في مساره الحافل. مرحبا بك الأستاذ محمد الأشعري في هذا الحوار الذي نتمناه شرفة على مسارك الثري. شكرا. مرحبا. قبل كل شيء أريد أن أسألك عن الطفل محمد الأشعري، كيف حاله؟ مازال حيا. جميل جدا. هل يحن إلى قرية بومندرة وخصوصا إلى تلك الطفولة في هذه القرية قرب مدينة زرهون؟ ربما ليس بالطريقة التقليدية التي يحن بها الناس لمراتع طفولتهم، ولكن بطبيعة الحال هناك مشاهد وهناك أصوات وهناك ملامح. نعم. وكل هذه الأشياء تطفو إلى السطح أحيانا وتخبو. نعم. كما هي في كل علاقة الناس بطفولتهم. جميل. لكن بعض الكلمات ما تزال تمضي بي إلى هناك، ومن هناك تنطلق إلى أفاق أخرى. طبعا بعد الاطمئنان على الشاعر الأول، دعني أهنئك باسمي وباسم المشهد الثقافي بنيلك جائزة الأرجان العالمية التي يمنحها بيت الشعر في المغرب. شكرا. طبعا سعدنا كثيرا لهذا الخبر، وطبعا تستحق منذ سنوات هذا الاحتفاء وهذا التقدير. كيف تلقيت هذا الخبر؟ بغض النظر عن الجانب الشخصي، طبعا سعدت بحصول على هذه الجائزة، وأشكر بيت الشعر ولجنة التحكيم التي ارتأت أن تجمع على منح هذه الجائزة، أشكرهم جميعا. ولكن بغض النظر عن هذا الجانب، سأكون أسعد لو أن الجائزة، وهي مخصصة للشعر، لو أنها تستطيع أن توقظ اهتمام الناس بالشعر المغربي عموما، وبالشعر ليس فقط كمعطى من معطيات المشهد الثقافي، ولكن كشيء أساسي نعيش به ومعه ونعيش من أجله. أكيد، بكل تأكيد. طبعا منذ صدور ديوانك الأول سبعينيات، بداية سبعينيات أو منتصف سبعينيات القرن الماضي، نهاية أعتقد 1978، ديوانك يعني صهيل الخيل الجريحة، مرورا بالعديد من العناوين، أجنحة بيضاء في قدميها، عينان بسعة الحلم، كذلك سيرة المطر ومائيات، إلى غيرها من العناوين الدالة يعني المتميزة في المشهد الشعري المغربي والعربي كذلك. هل يمكن القول أنك كتبت قصيدتك أو لم تكتب قصيدتك بعد؟ من الصعب أن أقول إنني قد كتبت قصيدتي، ما دمت مستمرا في الكتابة ولدي شغف بالبحث في العلاقة باللغة والأمكنة، وفي علاقتي أيضا بالأخيلة المشتركة. ما دام الأمر هكذا بالنسبة إلي حتى اليوم، فأنا ربما أقول لنفسي أحيانا ربما القصيدة الأساسية لم أكتبها بعد. جميل جدا. ربما هذا السؤال يبقى معلقا، هل كتبنا فعلا النص الذي نحلم به أو يترجم من نحن؟ إذا وصلنا إلى هذا الاعتقاد أو لهذه القناعة. نعم. سنتوقف عن الكتابة. أكيد، بكل تأكيد. بين الشعري والسردي أو النثري، أين يقيم المبدع محمد الأشعري تحديدا؟ في نهر الكتابة. لا أستطيع أن أعتبر الأجناس الأدبية والتعبيرات الأدبية المختلفة جزرا معزولة عن بعضها. نعم. هناك دائما أشياء مشتركة وعالم مشترك ولغة مشتركة أساسية. بكل تأكيد. ومع أن لكل جنس طبعا طقوسه وتقاليده وأوفاقه الخاصة بين
الكاتب والشاعر والقارئ. نعم. مع ذلك فإننا نغرف من نهر واحد. هو نهر الكتابة، ولكني قرأت لك ذات حوار أنك يعني ما زلت تنحاز إلى الشاعر فيك أكثر. أعتبر أن علاقتي الجوهرية بالكتابة هي عبر الشعر. وأحيانا حتى وأنا أكتب الرواية فتسكنني كثير من اللحظات الشعرية التي أحاول الإمساك بها، إما من خلال اللغة أو من خلال الحكي أو من خلال المواقف والشخصيات والحوارات. هاجسي في الرواية هو البناء الروائي طبعا، هو الصنعة الروائية أساسا، ولكن في جوهر الكتابة هناك دائما هذا الإحساس بأن الشعر ضروري ليكتمل ذلك البناء. بكل تأكيد، حينما يسأل الكتاب بصفة عامة عن ما تمنحهم الكتابة، غالبا ما يجيبون أنها تمنحهم هذه المحبة، محبة الآخر، أو الحظوة بين الناس، أو تمنحهم هذه الغبطة الخفية. ماذا تمنح الكتابة لسي محمد الأشعري؟ تمنحني أولا معرفة أدق بالحياة التي أعيشها، فالنبش في التفاصيل من خلال الكتابة يجعلك تفهم كثير من الأشياء المحيطة بك. لكن الكتابة هي أيضا مصدر قلق دائم. بكل تأكيد. لأننا دائما موزعون بين الشعور بأننا قد يعني أبدعنا شيئا مكتملا، وبين الشعور بأن هناك نقصان مريع فيما نكتبه. نعم. وهذا التوزع بين الاكتمال والاكتمال هو محرك ومحفز في الكتابة، ولكنه مكلف جدا، مؤلم نفسيا، مؤلم ومكلف نفسيا. نعم. وليس شيئا سهلا. لكن حتى لا نبقى في نوع من التجريد، فالكتابة مع ذلك هي مفتاح أساسي من مفاهيم العلاقات الإنسانية، من مفاتيح العلاقات الإنسانية. نعم. وأتصور أن الانتصار لكثير من القيم الأساسية في الحياة. نعم. يمر عبر الكتابة. الانتصار للجمال، الانتصار للحرية، الانتصار للعدالة، للمساواة، للقيم بصفة عامة، هي. نعم. أشياء تترسخ وتتأسس داخل الكتابة وداخل الحياة في نفس الآن. نعم. لا توجد قيمة أساسية لم تكن فيها نصوص أساسية. تماما تماما. أنا أعلم أنك تمارس الرياضة بشكل يومي، أصبحت طقسا يوميا. هل الكتابة هي أيضا طقس يومي، أصبحت يعني من أجل تحريض الفكر أيضا وترويضه ربما؟ الرياضة حتى لا نبالغ هي مجرد مشي خفيف طبعا جزء من وليس سباق المسافات الطويلة حتى لا نخدع المشاهد الكريم. وأما بالنسبة للكتابة ففعلا هي ممارسة يومية، أنا لم أتوقف أبدا عن جميل. الكتابة حتى في عز مسؤولياتي السياسية كنت أجد دائما وقتا للكتابة. للكتابة. نعم. إذن من النضال السياسي إلى النضال الثقافي إلى النضال الوجودي بصفة عامة، يعني في أي منطقة ضليلة يرتاح الشاعر؟ هل في تحت أفياء الموسيقى، السينما، القراءات، المسرح، في أي منطقة يرتاح؟ أحب كل هذه الأشياء. القراءة تظل مع ذلك الشغف الأول والأساسي. نعم. ولكن أنا من عشاق السينما والفنون التشكيلية بالخصوص. نعم. وأمارس الكتابة حولهما معا من حين لآخر. هل تمارس الرسم؟ لا لا أبدا. التشكيل. نعم. وأظن أن كل التعبيرات الفنية الأساسية من فنون تشكيلية وسينما ومسرح وموسيقى هي أشياء
جوهرية في حياة الناس وفي حياة الأمم إذا أردنا أن نجعلها شاملة. وقد أتيحت لي فرصة متابعة ما يجري الآن في هذه الظروف الصعبة بسبب الجائحة في عدد من الدول الأوروبية التي يعتبر فيها استهلاك هذه التعبيرات الفنية والأدبية يعني شيئا أساسيا وضروريا ويوميا. أنقذت البشرية من هذه المعضلة. هناك اليوم هناك يعني نكبة كبيرة على المستوى العالمي اقتصاديا وإنسانيا بسبب إغلاق قاعات السينما وإغلاق المسارح وتوقيف الفرق الموسيقية وربما من على الأقل في أوروبا التي توجد فيها هذه الصناعة العظيمة ربما من النتائج الكارثية للجائحة ليس فقط جانبها الصحي ولكن جانب الخواء الثقافي الذي ستخلفه والذي يلزم وقت طويل للانتصار عليه فيما بعد. بكل يقال بأن المكان ليس هو ما نسكنه وإنما المكان هو الذي يسكننا. وأنت جعلت من المكان يعني بطلا في شل أعمالك الروائية، جعلت من مراكش والدار البيضاء والرباط وقرية بومندرة كذلك يعني مكانا أساسيا في عملك الروائي، ولكن أي مكان يسكن سي محمد الأشعري تحديدا؟ من الصعب أن أحدد مكانا ما. الأمكنة صارت بالنسبة لي ربما بسبب أيضا التقدم في السن صارت يعني مجموعة من الأصدقاء لا يمكن أن أتخلى عنها أو ومرتبطة فيما بعد، وكل صديق له خصوصيات وله مكانة خاصة وعلاقة خاصة. وأنا أحب أن أتابع الأمكنة كشخصيات حية أنها تعيش مرحلة نهوض ومرحلة قلق ومراحل صراع وتتبدل وتتغير وتغير جلدها تشيخ أيضا وبعضها يموت كذلك. وأحب أن أتابع هذه التحولات ولو أن الأعمار الأمكنة لا علاقة لها بالأعمار القصيرة للإنسان طبعا، ولكن مع ذلك فأنا يخضع ربما للتحول. نعم. مع ذلك فأنا مغرم بالتحولات التي تعرفها الأمكنة. جميل جدا. وأحاول أن أتابعها. في سنة 2011 ستنال عن روايتك القوس والفراشة جائزة البوكر. إلى أي درجة في رأيك يعني استطاعت هذه الجوائز العربية أن تخلق نوع من الديناميكية الثقافية والمعرفية داخل المجتمعات العربية؟ هناك بعض الأشياء الإيجابية لا سبيل إلى إنكارها، فمثلا كون الروايات الفائزة أو التي تصل إلى القائمة القصيرة أو حتى القائمة الطويلة تتعدد طبعاتها فيما بعد. وأنا شخصيا يعني لأول مرة تفوق طبعات روايتي الفائزة 5 مرات مثلا. جميل. 5 طبعات. وهناك روايات وصلت إلى الطبعة 10 و11 و12 إلى آخره، فهذا شيء إيجابي أظن أنه يحفز على القراءة وعلى توسع القراءة. وقد لاحظت بمناسبة الجائزة التي تفضلت بالحديث عنها أن عددا كبيرا من القراء في العالم العربي من خلال أندية القراءة استضافوا هذا الكتاب وبعضهم استضافني معه، وكانت حوارات جيدة مع القراء مباشرة. وفي المغرب أيضا حصل لي أنني ذهبت إلى عدد كبير من المدن بدعوة من أندية قراءة، ولاحظت أن الحوار مع القراء أن الحوار مع القراء شيء جديد تماما بالنسبة لي،
فيما قبل كانت الكتب تحظى أحيانا بلقاءات عمومية يكون فيها نوع من الحوار مع القراء، لكنه حوار مؤطر بالمناسبة ولا يمضي بعيدا في تساؤلاته وفي تحليلاته إلى آخره. ثم المسألة الثانية الترجمة، فكون الكتاب بسبب الجائزة يسافر إلى لغات أخرى هذا شيء في غاية الأهمية. أنت قلت في إحدى يعني حواراتك تماما أن القصيدة المغربية ما زالت تحتاج إلى إنصات عميق. المنجز الشعري المغربي اليوم أعتبره من أجود المنجزات الشعرية في الوطن العربي، وحركة الترجمة والتعريف والحضور في المهرجانات الدولية الشعرية كل هذا بنى جسورا بين الشعرية المغربية وشعريات العالم. ولذلك في نظري يجب أن نعطي لهذا المتن الشعري المغربي، وفيه أسماء كثيرة، ويجب أن نعطيه المجال أولا ليستهلك، يجب أن ندخله إلى مدارسنا، إلى كلياتنا، إلى معاهدنا. نعم، قبل يعني قبيل أو أثناء توليك منصب وزير الثقافة كنت قد أطلقت العديد من المشاريع والأفكار من أجل تخليق الحياة الثقافية بصفة عامة. لو قدر لك أن تكون وزيرا للثقافة الآن، ما هي الفكرة أو المشروع الذي ستبادر بالاشتغال عليه بشكل استعجالي في المشهد الثقافي؟ هناك أشياء كنت أحلم دائما بإنجازها في المجال الثقافي، لأنني أعتبرها مسألة أساسية في التحول الحضاري. نعم، وهذه المسائل مرتبطة بتوسيع الاستهلاك الثقافي. نعم، توسيعه عبر المكتبات وعبر يعني الميديا تيك وكذلك المسارح وقاعات العرض التشكيلي والمراسم وغير ذلك من الأشياء. أعتبر هذه المؤسسات وكل الأشياء المرتبطة بها، أي التكوين، التسويق إلى آخره، كل أي ما يصطلح على تسميته بالصناعة الثقافية الحديثة، الصناعة الثقافية. نعم، كل هذه الأشياء كنت دائما أعتبر أنها هي تستدعي يعني الاستعجال، وأنها هي الأفق الوحيد لبناء ما نحلم به منذ سنوات، بناء الحداثة والحضارة الحديثة في بلادنا. ما نلاحظه باستمرار في بلادنا هو أننا حتى عندما نعيش بعض الطفرات الثقافية مثلا، وتكون هناك إنتاجات وحوارات، فإن إمكانية العودة إلى الوراء دائما موجودة، والرجوع إلى نوع من المحافظة والتقليدية مشروع دائم في مجتمعنا. لا نستطيع أن نحرر مساحات بصفة نهائية لصالح الحداثة والتقدم. نطرد الخرافة من الباب ترجع من النافذة، وهي اليوم ترجع حتى عبر وسائل التكنولوجيا الحديثة. فلذلك مسألة بناء أفكار متقدمة، بناء مواطن متوازن، يعني لا يعيش باستمرار نوع من السكيزوفرينيا، يعيش نوعا من الحداثة في مجال ما ويعيش تقليديا محافظا في مجال آخر. الخروج من هذا المأزق يتطلب بناء طويل النفس وعلى مدى بعيد، ولذلك فهو يستدعي استثمارا في المستقبل. نحن حتى الآن للأسف لم نعتبر بأن الاستثمار في هذا المجال هو استثمار في بناء الإنسان، إنسان المستقبل. كل الكلام الذي نحكيه عن
ترسيخ الديمقراطية وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان وثقافة المواطنة. هذه الأشياء لا تتم فقط بالوعظ والإرشاد، لا يمكن أن تتم فقط بتحسين الأوضاع المادية للناس. المغرب المادي تغير كثيرا في السنوات الأخيرة، يجب أن نعتز بذلك، ولكن تغيير العقليات والذهنيات وبناء مواطن جديد له روح المسؤولية وله التشبث بحرياته الفردية والجماعية وله تشبث أيضا بالمساهمة في بناء هذا الوطن، يعني لابد أن نعطي للوطنية معنى جديدا. لا يمكن أن نحن تجاوزنا الوطنية التقليدية منذ أكثر من نصف قرن، لذلك لابد أن نخلق نوع من الارتباط الجديد بالوطن، من ليس فقط من خلال الحقوق والواجبات، ولكن أيضا من خلال ما نمتلئ به يوميا من إبداع وقيم جمالية وغير ذلك. جميل جدا. لو طلبت منك سي محمد الأشعري أن يعني تحكي لنا عن حالة شعرية عشتها في الواقع مؤخرا، يعني اللحظة الشعرية التي عشتها مؤخرا بقوة وبعمق هي اللحظة التي رأيت فيها الصور التي بعثتها المركبة الأمريكية من المريخ. تلك الصور الباهرة جعلتني فعلا أعيش لحظة شعرية مكثفة، ففي لحظة سريعة رأيت كيف أن الإنسان الذي يدمر هذا الكوكب الذي نعيش فيه قادر على الذهاب إلى أقصى مكان في المجموعة الشمسية ليستكشف كوكبا آخر ربما ليست فيه حياة ولن تكون فيه حياة أبدا. لقد انتبهت إلى أن ربما، وكنت أرى ذلك في برنامج تلفزي، ربما لكوني مرتبط بالشعر أنا فقد التقط، عوض عن التقط المدلولات العلمية لهذا الكشف العظيم، التقط فقط اللحظة الشعرية. لكنني فوجئت أن العلماء الذين كانوا يعلقون على الصور كلهم ركزوا أول ما ركزوا على اللحظة الشعرية التي اكتشفوها وهم يتطلعون إلى تلك الصور. بكل تأكيد محمد أشعري حقيقة ما سخناش بك. شكرا. ستبقى لدينا الكثير من الأسئلة المشرعة، والإنسان سؤال في نهاية الأمر كما يقال. نشكرك عميقا على كل ما قدمته للثقافة المغربية، للشعر المغربي وللإبداع بصفة عامة. شكرا لك. شكرا لك.